ده ان شاء الله المهام الادائيه في جريد 4 دي المهام الادائيه اللي هنبتدي بيها الاول، دي اللي نازله في التوجيه لسنه 2024، وهناخد برضو باقي المهام اللي بتاعه السنه اللي فاتت في مدارس جايباها برضو. هنا بيقول لي مديني رسمه، بيقول لي هنا عن طرق الكوميونيكيشن، بيقول لي انيمال اند هيومن اند اذر انيمال كوميونيكيت، بيحصل لهم تواصل. طيب اند ترانسفير انفورميشن، بيقدروا ينقلوا معلومات عن بعض. طب طرق الكوميونيكيشن مختلفة عن الانيمال عن الهيومن، مديني تيبل كده وبيقول لي كلاسيفاي صنفهم، لو هيومن اعمل حرف الاتش، لو انيمال اعمل ايه، لو بوس اوف زيم اعمل بي، نشوف طريقة التواصل. ديسبلاينج لايتس، هقول له هما الاثنين، عند الفاير فلاي بيتل شغالة باللايت والهيومن شغال باللايت. رايتنج الكتابة، ما فيش غير الهيومن بس. ايكولوكيشن الانيمال بس اللي يقدر يعمل صدى صوت، يقدر يحدد مكان عن طريق الصدى. هاي بيتش ساوند، هقول له الانيمال بس، والهيومن لو بيستخدم العكاز يبقى هاي بيتش ساوند ينفع، سوري الاثنين بوث اوف ذيم. موبايل فون الهيومن بس. ان اري اي ريدر، اي ريدر يعني قارئ الكتروني، جهاز كده قارئ الكتروني، اقول له ده الهيومن بس اللي يقدر يشتغل بيه. بعد كده مديني رسمه لعمليه الانهاليشن والاكسهاليشن. هنا بيقول لي البريس ان بيدخل اكسجين وبريس اوت كربون دايوكسيد. طيب هنا بيقول لي بيديني الموشن بتاع الانهاليشن والاكسهاليشن، بيقول لي اثناء عمليه الانهاليشن، هو مجاوبها لي جوه الاسئله يعني، بيقول لي از يو انهيل، انهيل يعني يعمل عمليه شهيق يعني يدخل هواء، الديافرام شرينك اور كونتراكت، الديافرام كونتراكت اند موف داون. طب وفي عمليه الاكسهاليشن العكس، ديافرام اكسباند اند موف اب. يبدا بقى يسالني شويه اسئله هنا، ايه الطلبات اللي طالبها؟ اكسبلين هاو ذا ديافرام هيلب ان بريس ان اند اوت، ازاي الديافرام بيساعدنا؟ هقول له انهاليشن ديافرام كونتراكت اند موف داون، اكسهاليشن ديافرام اكسباند اند موف اب. يبقى في عمليه الانهاليشن ديافرام كونتراكت اند موف داون، اكسهاليشن ديافرام اكسباند اند موف اب. السؤال الثاني بيقول لي كومبير ذا اير، قارن بين الهواء بريس ان وبريس اوت اللي بندخله ونخرجه، الهواء اللي بدخله فيه اكسجين جاس، الهواء اللي بخرجه كربون دايوكسيد اند ووتر فيبر. يبقى بعمل جدول كده مقارنه بين بريس ان وبريس اوت. بريس ان، بريس ان هقول له اكسجين، بريس اوت كربون دايوكسيد ووتر فيبر. المهام اللي بعدها رقم 3 دي برضو اللي جايه من الوزاره، بيقول لي هنا هو هنا في الرسمه دي بيتكلم هنا على الاوبجكت اللي ترافلنج فاستر، الجسم اللي بيمشي اسرع عنده فاستر سبيد يبقى مور كاينتيك انرجي، اللي عنده سرعه اعلى يبقى عنده كاينتيك انرجي اعلى. وبيقول لي ازاي الفورس افكت سبيد اند كاينتيك انرجي، ازاي القوه بتاثر على السبيد والكاينتيك انرجي. السؤال هنا بيقول لي ايه؟ هاو دو يو ثينك ذا اماونت اوف فورس افكت كاينتيك انرجي، بيقول لي ازاي تعتقد، كيف تعتقد يعني ان القوه بتاثر على الكاينتيك انرجي. هقول له وين ذا فورس انكريز ذا كاينتيك انرجي انكريز، يبقى وين ذا فورس انكريز كاينتيك انرجي انكريز اند فايزا فيرزا، والعكس صحيح. هاو ار ذا سبيد اند كاينتيك ريليتد، ازاي السرعه والكاينتيك ليهم علاقه ببعض. اقول له وين ذا سبيد انكريز كاينتيك انرجي انكريز، كل ما السرعه تزيد الكاينتيك انرجي تزيد، يبقى وين ذا سبيد انكريز كاينتيك انرجي انكريز. دي المهام الادائيه المدرسه اسمها محمود سامي. هنا بيقول لي هو جايب لي هنا رسمتين، اتنين قدماء، دول قدماء مصريين، اتنين دول 1 و2 بيعملوا بوش، لكن 3 و4 بيعمل بول، بول يعني يسحب ناحيته، بوش يبعد بعيد عنه. بيقول لي تو بيرسون بول ذا هيف ستون، مين الاتنين اللي بول؟ اللي بول هقول له رقم 3 ورقم 4. طب مين الاتنين اللي بوش؟ هقول له رقم 1 ورقم 2. طب نوع الفورس between stone and ground، ما بين الحجر والارض، القوه دي اسمها قوه الفريكشن يعني قوه الاحتكاك. اول سؤال في ترو اور فولس بيقول لي if the large stone move from its place، ده معناه ان balance force، اي جسم موف يبقى القوه unbalance، مش قوه غير متوازنه، لو موف يبقى unbalance، لو balance يبقى don't move. نمبر 2 big stone need more force to move them than smaller one، الحجر الأكبر محتاج قوة أكتر، صح. نمبر 3 the work done equal to amount of energy transferred by force that used to move stone، إيه معناها؟ الورك قد الإنرجي طبعًا
ما انا بعمل مجهود قد الطاقه الايه المستخدمه اللي بتتنقل مني للحجر، يبقى الاجابه هنا صح. ده مهام بتاعت مدرسه اسمها مدرسه احمد ماهر. هنا مديني رسومات، دي ستومك، ده برين، لانكس، نيرف سيل، لارج انتستين، الفيولاي. هنا بيقول لي الدايجستيف سيستم، مين في دول دايجستيف سيستم؟ هقول له رقم 1 تنفع، 1 تنفع، ورقم 5 تنفع، ده الاثنين دول دايجستيف سيستم. طب بيقول لي يبقى انا كده نمبر دايجستيف هقول له 1 و5. طب مين في دول ريسبيراتوري سيستم؟ هقول له رقم 6 ورقم 3. طب النيرفس سيستم مين في دول نيرفس؟ رقم 4 وكمان هلاقي البرين رقم 2. وده المهام بتاعت مدرسة اسمها محمود سامي، مدرسة السلام او ابراهيم رفاع. هنا مديني رسمة للبولر بير، بيقولي why can't polar bear live in the hot desert؟ هقول ليه هو ما يقدرش يعيش في الهوت ديزرت؟ هقول له عشان هو covered with thick white fur، عشان متغطي بفرو تقيل، to keep the body warm and blending with snow، يندمج مع التلج. يبقى البولر بير ما يقدرش يعيش في الديزرت عشان عنده thick white fur to keep warm and blend in with snow، يندمج مع التلج. هنا بيقول لي what is the change that happened to the polar bear to live on desert؟ ايه التغيير اللي ممكن يحصل على البولر بير عشان يعيش في الهوت ديزرت؟ هقول له لازم الفير يكون لونه ساندي. طيب زين اند اكسبكت، توقع، سينك اند اكسبكت، فكر وتوقع، if the polar bear move to live in camel habitat it will live، هيقدر يعيش لو عايش في نفس البيئه بتاعه الكامل. الكامل عايش في الديزرت، يبقى هو مش هيقدر يعيش في الديزرت. ده اول مهم. المهمه الثانيه بيتكلم هنا عن your decision maker، صانع قرار in your city، لو انت صانع قرار في مدينتك وقالوا لك اختار بين انواع العربيه حسب نوع مدينتك، هقول له في عندي عربيه سولار كار شغاله بالعدسات الشمسيه، الكتريك كار شغاله بالكهرباء، فيول كار شغاله بالبنزين، مين الشيب مين رخيصه؟ السولار كار رخيصه والباقيين غاليين. كلين مين نظيف؟ السولار كلين والالكتريك كلين. يبقى انا لو صاحب قرار بدور على حاجه رخيصه شيب استعمل السولار كار، والباقي لا الباقي غالي. طب لو انا بدور على الكلين النظافه، السولار كار نظيفه والالكتريك كار نظيفه. بيقول لي order the cars according to the preference of your city، حسب مدينتك رتب انت ممكن تستعمل ايه. هقول له والمدينه بتاعتك a lot of sunshine، عندها شمس كتير، يبقى السولار كار الاول، العربيه اللي ماشيه بالكهرباء بالبطاقه الشمسيه، وبعد كده الكتريك كار، بعد كده الفيول كار، يبقى سولار كار، الكتريك كار، فيول كار. رايت يور ديسيشن، اكتب قرارك. هقول له انا هستعمل سولار كار عشان هي يوز صن شيب اند كلين. الكار بالنسبه لي السولار كار العربيه اللي بالطاقه الشمسيه رخيصه ومش بتلوث البيئه، شيب اند كلين. دي المهام الادائيه بتاعت مدرسه اسمها مدرسه العبيديه. هنا بيقول لي وات از ذا سيميلاريتيز بتوين سبيشال كين اوف بلايند بيرسون اند باد ايكولوكيشن، ايه التشابه ما بين العكاز سبيشال كين العكاز المخصوص وايه والبات ايكولوكيشن؟ هقول له هما الاثنين بروديوس هاي بيتش ساوند، يبقى بوث اوف ذيم بروديوس هاي بيتش ساوند، هما الاثنين بيطلعوا موجات صوت عالي. طب ايه الديفرنس بينهم الاختلاف؟ هقول له السبيشال كين بتحول الايكو، الايكو الصدى اللي جاي لها بتحوله لفايبريشن، لكن البات كانت تشينج انتو فايبريشن، يبقى الفرق بين ده وده، السبيشال كان تشينج انتو فايبريشن، البات دازنت تشينج انتو فايبريشن. المهمه الثانيه مديني بيقول لي درو ذا دياجرام اكسبلين ذا بات افويد اوبستاكلز اند هانت ذير براي، ازاي بيصطاد؟ اول حاجه برسم له شكل بات واخلي البات ده يطلع موجات كده، وبعد كده الموجات دي تخبط في اي حاجه تروح يحصل لها ايه؟ ريفلكت. اروح اكتب على الموجات اللي رايحه دي ايميتد ويف والثانيه ريفلكتد ويف، اغير لون القلم، مره اعمل بالرصاص ومره اعمل بالجاف. الموجات اللي رايحه اسمها ايميتد ويف يعني موجات منبعثه، والموجات المنعكسه اسمها ريفلكتد ري ريفلكتد ويف. دي المهام بتاعت السنه اللي فاتت، في مدارس كتير منزلاها هي هي. هنا بيديني الاليفنت ار سيميلر، الافيال شبه بعض. طيب هنا مديني نوعين من الاليفنت، افريكان واشيان. طيب بيقول لي الافريكان ده ليف ان هوت،
والايشن بيعيش في المايل تمبريتشر درجه الحراره المتوسطه. طيب بيقول لي مين فيهم الايشن ومين الافريكان؟ هقول له ده الافريكان عشان تولر اند هيفير لار هيفير زان اند لارجر اير. طب يبقى الافريكان الفيل الافريقي تولر اطول وهيفير واتقل وعنده لارج اير ودان اكبر، لكن الايشن عنده شورتر اير ولايتر وزنه اخف. طب بيقول لك احنا بنحميه ان يحصل له هانتد، يبقى لازم نعمل له قوانين. القوانين دي تمنع ايه؟ اليفانت هانتنج، تمنع صيد الافياء. السؤال اللي بعده هنا، المهمه اللي بعدها، مديني هنا رابت بيقول لي اكسبكت وير ذا انيمال بيج اير ليف. اي حد عنده بيج اير يبقى بيعيش في الهوت ديزرت، في المكان الحار. عشان طب ايه فايدة الاير؟ لوس هيت تو بي كول، بيفقد الحرارة بالودان. طيب هنا بيقول لي الجراف دي الجزال دي سي اتس انمي فروم اذر انيمال ستاند وزاوت اني موفينج، تفضل واقفة من غير ما تتحرك. ده معناها نقط ادابتيشن، هي وقفت من غير ما تتحرك عشان تبين لي انه مفيش حد موجود، ده بيهيفير ادابتيشن، تصرفات. طب الانيمال دي عندها لونج ليج، عندها رجلين طويله، ده ستراكشر ادابتيشن. طب نوع الادابتيشن اللي يخليها رانينج اللي تجري بسرعه بيهيفير ادابتيشن. طب الدير دي الغزاله، دي مش غزاله، دير، الدير دي اكتف ات نايت، يبقى ده بيهيفير ادابتيشن، كونها تجري بسرعه ده بيهيفير، وكونها تبقى نشيطه بالليل بيهيفير. بيقول لي what change should happen to the animal to able and live in desert. عشان يقدر يكون قادر ان يعيش في الصحراء لازم يكون عنده لارج اير، ولازم يكون اللون ساندي او تان. طب ينفع البولر بير يقدر يعيش في نفس البيئه بتاعت الكامل؟ هقول له نو. ده احنا حليناه في الفيديو من شويه، حلينا السولار سيل والالكتريك كار والفيول كار. هنا مديني رسمه وبيقول لي 1 انهي انرجي و2 انهي انرجي و3 انهي انرجي. هنا 1 ده بيجري يبقى كاينتيك، طب هو فوق بوتنشال، وهو 3 كاينتيك. بيقول لي اعلى بوتنشال فين؟ اعلى بوتنشال وهو فوق خالص في رقم 2. طب مين فيهم اعلى كاينتيك انرجي؟ اعلى كاينتيك انرجي لما يقرب من الارض خالص 3. كده نكون خلصنا جميع المهام بتاعت السنه دي اللي نازله في توجيه 2024 او 2023.